يقول: عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكتابة اسمه، هل يجوز اختصار الصلاة والسلام عليه بحرف الصاد؟ لا، ما يجوز. ما صليت على الرسول إذا كتبت الصاد، ما صليت عليه. مش المانع تقول صلى الله عليه وسلم، قل صلى الله عليه وسلم، وأما الصاد فيه ما تؤدي شيء. نعم.